هذا هو البنيه، والا فلا شي حاجه عطيه العين هكا، وكذلك المكونات بسيطه جدا والخدمه فرمشه عين، وكذلك ما كيتشربش ولا نقطه زيت. كتشوفوا معايا هشيش ومفشفش، ونمشي ونشوف الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله. فبالنسبه للمقادير كيف ما قلت لكم، شي حاجه بسيطه بزاف بزاف. عندي الدقيق، عندي سكر سنيده، كذلك الخماره حبوب، والزبدة بدرجة حرارة المطبخ، واحد البيضة، ما نساوش الحليب. كذلك غادي ندخل في هذه الوصفة روح الحامض ولا روح السيترون، إلا ما كانش متوفر فما عليكم إلا تستعملوا الفانيلا. فأول حاجة أنا غادي ناخد الحليب الدافئ 200 مليلتر، ولا ما يعادل كاس نتاع العنبة عامر حتى الفوق. فأنا هنا ما عمرتوش حتى الفوق، فتبقات لي واحد جوغيمه صغيره كيف ما شفتوا. نتوما عمروه حتى الفوق، هذيك هي 200 مليلتر بالنسبه للناس اللي ما عندهمش باش يعبروا. فكما قلت لكم هذا الحليب يكون غير دافئ، ما ديروهش سخون، فاحنا نعرفوا اننا في فصل الصيف. بالنسبه للسكر سنيده، فانا خديت تقريبا 40 غرام تاع سكر سنيده، ولا ما يعادل زوج معالق كبار معمرين مقببين هكا. وممكن كذلك ديروا 3 معالق كبار الا كنتو تبغيوهم حلوين. اما بالنسبه للخميره الحبوب، فانا استعملت 2 معالق كبار عامرين، وممكن جدا انكم تستعملوا دوك لي ساشي، غادي ديروا 2 ساشي ولا 20 غرام تاع الخميره حبوب. انا خلطت هاد العناصر وخليتهم واحد دقيقه حتى تكونوا ليا دوك الفقاعات، ومن بعديها ضفت واحد نص معلقه كبيره هكا روح السيترون، واحد رشه ملح. غادي نحاول نخلط داك روح السيترون مع داك الخليط نتاع الخماره والحليب وسكر سنيده، ونضيف مباشره 400 غرام نتاع الدقيق من النوعيه الممتازه، كذلك واحد البيضه، وما نساوش ديك الزبده اللي قلنا بدرجه حراره المطبخ. عندي معلقه كبيره ولا 40 غرام بالنسبه للناس اللي يبغيو العبار بالميزان. فانا يعني غادي نخلط كل شيء العناصر مره واحده، فكيتحضر فرمشه عين. غادي تحاولوا اول حاجه ديك الزبده تحاولوا هكا تخدموها بيديكم كيف ما درت انا، باش تدخل في وسط الدقيق. وغادي نخلطوا جميع المكونات، فهاد العجينه ما كتدلك ما والو. وكيف ما قلت لكم كتحضر فرمشه عين، فانا حضرت هاد لي بينيي تقريبا خداو معايا هاد الوقت 20 دقيقه 25، كانوا طايبين واجدين ناضيين. فكيف ما شفتوا معايا كنحاول انني كندخل ديك الزبده في العجينه، كنحاول هكا نعبزها باش ما يبقاوش الاثار نتاعها. صافي، فغادي نمشي نغسل يدي باش نرجع نلولبها هكا، وهي في هذا الاثناء غادي تكون ارتاحت واحد نص دقيقه وغادي تساعدني باش نلولبها. فبمجرد المهم غسلت يديا، جيت غادي نحاول نشكلها على شكل هكا قرصه كبيره. فكتشوفوا العجينه ما كتلتصق ما والو ملي ارتاحت، وديك نص دقيقه تقريبا. فغادي نحطها هكا في واحد الجبانه، نحاول نغطيها بواحد البلاستيك ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها، فتقريبا واحد 10 دقائق هكا. فاحنا كيف ما قلنا رانا في فصل الصيف ودرجه الحراره مرتفعه، فكتشوفوا معايا تقريبا من بعد 10 دقائق هاد العجينه تضاعف الحجم ديالها، وغادي نبديو في التشكال ديالها. صافي، دابا غادي نحاولوا نخرجوا داك الهواء اللي كاين في وسط العجينه. فما تنساوش الى عجبكم لا فيديو ديروا لي لايك، اشتراك في القناه بالنسبه لي اول مره يشوف قناتي، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فهنايا كيف ما شفتوا معايا انا حربلت ديك العجينه، وغادي نقسمها ان شاء الله، غادي نشكل بها 12 الوحدة. فبالنسبة للناس اللي ما عندهمش الميزان يقدروا يقسموها على النص في الأول، وكل طرف غادي يقسموه على 2، وبحال هكا يعني كل نص اللي قسمناه في الأول غادي نقسموه على 6. فهكا غادي تجينا العجينة متساوية. وبالنسبة للناس اللي يبغيو العبار بالميزان، فممكن جدا أنكم تديروا كل قرصة صغيرة فيها 60 غرام، فهكا غادي يجيوكم متساويين في الشكل ديالهم. فغادي نحاول انني نلولبهم ونغطيهم مجرد دقيقه واحده ونبدي نخدم فيهم، لاننا نعرفوا ان العجينه فيها الخماره معجونه فتحتاج انها ترتاح
باش تعطينا الطوع في الخدمة. فأنا هكا ما محتاجة لا مدلك لا وراك لا حتى شي حاجة، غير بصبع يدي غادي نحاول أول حاجة أنني نبسط العجينة كما كتوضح المهم الصورة. نحاولوا نلبوها هكا شوية وغادي نحطوها ترتاح ونبقاو هكا حتى نساليو ديك الكمية اللي عندنا، ومن بعد نرجعوا لأول وحدة. فهكا نحاولوا أننا نضغطوا باش يتشكلوا عندنا دوك لي تور. صافي هكا، وغادي تلاحظوا انها سمانت شويه بحال اللي اختمرت شويه. اول حاجه في التشكيل خصنا نضغطوا على العجينه كيف ما شفتوا، انا كنحاول انني نخرج داك الهواء كيف ما قلت لكم. العجينه فيها الخميره معجونه فغادي تختمر لي شويه، ونحاول انني نزير هكا نضغط على العجينه باش نخرج داك الهواء وتساعدني باش نلولبها بسهولة. فالشكل ديالها ها هو موضح في الفيديو، سهلة جدا. وبمجرد ما غادي ديروا الحبة الأولى غادي يديكم تمشي على هذا الشكل وتجهزوهم في واحد الوقت وجيز. فكيف ما كتشوفوا معايا كنضغط لأنها اختمرت شوية ودوك لي تور بحال اللي يدخل بيناتهم الهواء، ونحاول أنني نلولبها طويلة وندخل وحدة في وحدة ونحاول نضغط هنا مزيان باش ما تحلياش في الزيت. صافي غادي نمشي على هاد الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي. فالمنظر تاعها زعما شي حاجه كيعطي اللين هكا. نتمنى انكم تجربوها، واللذة عجيبه عجيبه خصوصا ملي ضفت داك الروح الحامض. وبالنسبه كما قلت لكم الا بغيتوا ديروا لافاني ولا ديروا روح البرتقال فغادي تواتا مع هاد لي بيني. صافي هكا انا ملي نسالي التشكيل نتاع هاد لي بيني غادي نحطهم هكا في واحد المكان غير تما، بعدا غادي نخليهم ونغطي عليهم بواحد المنديل هكا كيف ما كتشوفوا معايا، ونخليهم تقريبا واحد 10 دقائق هكا حتى يختمروا. وهنايا عندي سكر سنيده واحد المقدار، درت فيه هكا واحد الساشي نتاع لافاني، غادي نحاول هكا نخلطو. وفي نفس الوقت راها الزيت كتسخن والفطائر نتاعنا ولا لي بينيه نتاعنا اختمروا. فكيف ما قلت لكم يعني تقريبا مجرد 10 دقائق يكونوا اختمروا. فهنايا الزيت عندي راها بدات تسخن، باش نعرفوا الزيت باللي سخونه غادي نحطو فيها هكا معلقه. بمجرد ما نشوفوا دوك الفقاعات فصافي راها سخونه، باش عاود ما تسخنش بزاف ومجرد ما نحطو فيهم الفطائر ولا لي بينيه يتخطفوا اللون ديالهم. نحاولوا انه بمجرد ما تسخن نقليوهم على نار متوسطه، ما تكون خفيفه ما تكون، وهكا نخليوهم حتى يذهب اللون ديالهم. كتشوفوا شي حاجه زوينه هكا عاطيه العين. فكذلك المهم ديك الكميه الاولى انا بمجرد ما قليتها درت الفطائر نتاعي يتقلاو ومشيت مرغطها في سكر سنيده اللي كنا جهزناه باش يلصق فيها داك سكر سنيده كيف ما شفتوا معايا، يعني وهي مازال سخونه. فإلا خليناها حتى تبرد داك سكر سنيده ما غاديش يلصق بها، وإلا بغيتوا تخليوهم حتى هكاك راه ممكن. صافي هكا هاهما الفطائر ديالنا جاهزين، ما كيتشربوش نهائيا نهائيا الزيت، واللذة عجيبة عجيبة. فكتشوفوا معايا هاد العجينة خرجت لي 12 الوحدة بهاد الحجم. وهنايا انا كلهم مرغتهم في سكر سنيدة، خليت غير وحدة اللي ما درتش فيها سكر سنيدة باش تشوفوا المهم شكلها. صافي كان هذا هو لي بيني نتاعنا من ألد ما يكون. نتمنى انكم تجربوا الوصفة فغادي تعجبكم بزاف بزاف. كذلك نتمنى تبارطاجيوها مع الاهل والاقارب لتعم الفائده كذلك لدعمنا. وكتشوفوا القوام تاعها هشه مفشفشه واللذه يا سلام. هذه هي، خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وعواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد.